أبدأ معاكم بأخبار الأهلي. أكيد برضو عايزين تطمنوا على نجوم الأهلي قبل مباراة العودة. حورية الغيني مباراة صعبة برضو جدا، مش عايزين نستسهل بالخصم. أيضا طرحت من الجماهير الأهلوية في مباراة الذهاب، لكن يا جماعة ما ينفعش نقول النادي الأهلي كان في ظروف طبيعية. النادي الأهلي كان في ظروف غير طبيعية، ملعب صعب جدا، ملعب اللعيبة كانت بتتزحلق في أي مكان، كل اللعيبة مفيش يعني استثناء، ملعب صعب، أجواء صعبة جدا. إن شاء الله في مباراة القاهرة اللي هتقام في استاد السلام الساعة 9 إن شاء الله يوم السبت تكون مباراة سهلة نسبيا على النادي الأهلي، لكن مباراة هنقول في العموم إن هي مباراة صعبة، لازم تركيز كبير جدا. النادي الأهلي معودنا إن هو عنده حسن ظننا، إن شاء الله عنده حسن ظن الجماهير الأهلاوية. هقول لكم إن جونيور أجاهي النجم الأهلاوي بيبدأ خلاص في عمليات التأهيل بعد الإصابة اللي كانت كبيرة جدا في الركبة، أكيد حضراتكم تفتكروها. إن شاء الله كل لعيب بالنادي الأهلي يبقوا السلام معافين من أي إصابات في اللي جاي بإذن الله، محتاجين كل اللعيبة. جونيور أجاهي هيبدأ تدريباته التأهيلية بعد إصابته بقطع في رباط الركبة الداخلي. هيبقى معاد أو الدكتور خالد محمود قال إن جونيور أجاهي خلاص بدأ يتعافى نوعا ما، هيبدأ في تدريباته التأهيلية اللي هتأديه للتدريبات الجماعية إن شاء الله. إن شاء الله جونيور أجاهي لاعب مهم زي ما قلت لحضراتكم، إن شاء الله ينهي هذه الفترة بسلامة. ايضا ميدو جابر خلاص تعافى من اصابه العضله الخلفيه، وان شاء الله يكون جاهز لمباراه حوريه الغيني لو احتاجه باتريس كالتيرون. اعتقد ان ميدو برضو لعيب مهم جدا، فاق في الفتره الاخيره فوقان كويس قوي، طمنا كلنا وقال ان ميدو جابر موجود لسه، موجود بقوه كمان بعد فتره شك كده كان تعرض ليها ميدو جابر في الاونه الاخيره، لكن ميدو جابر اثبت للكل ان هو لعيب مهم ولعيب جيد. أعاد اكتشافه مرة تانية باتريس كالتيرون وقال إن في لعيب جامد اسمه ميدو جابر إن شاء الله يعود للفريق بسرعة جدا. برضو خالد محمود قال إن ميدو جابر تعافى بشكل كبير جدا وأصبح جاهز لمباراة حورية الغيني إن شاء الله يوم السبت القادم. كمان ليندمان بيقود فريق النادي الأهلي في تدريبات بدنية شاقة جدا حسب تعبيراته هو شخصيا كمان لمدة 45 دقيقة بمساعدة حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال. ليندمان مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم أجرى تدريبات بدنية شاقة للاعبي النادي الأهلي خلال فترة مران اليوم الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش. ليندمان قسم اللاعبين لست مجموعات مع حسين عبد الدايم وخاض اللاعبون فترة بدنية بطول الملعب استمرت 45 دقيقة. اوعوا تستهونوا ب 45 دقيقة تدريبات بدنية، بتبقى فعلا تدريبات بدنية شاقة جدا، لكن لعيبة النادي الأهلي لازم يعملوا كده عشان في مسابقات كبيرة جدا وتحديات كبيرة جدا بيدخلها النادي الأهلي، لازم يكون قدها وقدود زي ما هو معودنا دايما. النجم رامي ربيعة بيعود للمشاركة في تدريبات النادي الأهلي وإن كانت مشاركة متقطعة، لكن خلاص دخل في الأجواء التدريبية، مش عايز أقول منحوس شوية رامي ربيعة، لكن الحمد لله خير يعني رامي إن شاء الله تعود وتعود بقوة كمان، محتاجين قوي المركز ده خصوصا بعد إصابة سعد سمير والراجل جدا محمد نجيب. أعتقد برضو إن كالتيرون في حيرة هيلاعب مين جنب كوليبالي، هل هو أيمن أشرف، هل هو أحمد فتحي، هل هو محمد هاني، لكن طبعا المنطقي والأقرب جدا هو أيمن أشرف. أيمن أشرف شفناه مع منتخب مصر بيلعب باك شمال عصري جدا جدا وكمان أحرز هدف، كمان لعيب مميز قوي، لعيب برضو تلاقيه مساك، تلاقيه باك ليفت، تلاقيه في نص الملعب، ممكن يلعب كمان ديفندر، ممكن يلعب في أي مكان، لعيب محوري زي ما احنا بنقول ولعيب جوكر زي ما احنا بنقول كمان. إن شاء الله باتريس كالتيرون يختار الأنسب والأصلح وإن كان الأقرب طبعا هو أيمن أشرف. رامي ربيعة زي ما قلت لحضراتكم خلاص بيستجيب للتأهيل بشكل كبير جدا واشترك في المران وإن كان مشاركة مش كاملة لكن مشاركة جزئية، لكن إن شاء الله يرجع بسرعة جدا. انتوا عارفين رامي شوية كان الركبة عاملة له قلق كبير جدا، بعديها عضلة ضمة، بعديها حاجات كتيرة تعرض لها رامي ربيعة، إن شاء الله يرجع سليم معافي. أيضا نجم شريف إكرامي بيشارك في التدريبات بعد تغيبه عن التدريب أمس، مش تغيبه يعني شارك في التدريب وطلع بسبب إصابة تعرض ليها، لكن رجع وشارك في التدريبات الجماعية مرة تانية. سعد سمير برضو بيبدأ الجري حول الملعب، أنا بقول لكم الأخبار بسرعة عشان عندنا
حاجات كتير هنتكلم فيها مع ضيوفي الكرام، مباريات كتير جدا امبارح والنهارده وتساؤلات عديده هنتكلم فيها مع ضيوفي الكرام، عشان كده بقول لكم الاخبار يعني مش بالتفصيل. سعد سمير قلنا بيبدا تدريبات الجري حول الملعب، سعد خرج مصاب المباراه اللي فاتت بشد في العضله الخلفيه، انا شفته حاطط ثلج على العضله الاماميه عشان كده قلت ممكن يبقى شد في العضله الاماميه، لكن بعد كده طلع شد في العضله الخلفيه، العضله الخلفيه بتبقى محتاج تركيز شويه سعد، واكيد دكتور خالد طبعا دكتور كبير جدا وعارف العضله الخلفيه بنقول عليها دايما عضله خاينه، تحس ان انت كويس قوي تنزل تدريبات سبرنت 2 تحس بتقل تاني ولا قدر الله ممكن يعمل شد وممكن يعمل لا قدر الله مزق في الخلفيه، وده اللي مش عايزينه خالص. سعد سمير لعيب مهم جدا للنادي الاهلي ولمنتخب مصر كمان، سعد لما بيفوق ويركز بيبقى مساك من العيار الثقيل ومحتاجين المركز ده قوي قوي قوي. عارفين ان فريق حوريه عنده سرعات وعنده لاعبين مميزين قوي في الجزء الهجومي زي ما حضراتكم عارفين، عشان كده كنا نفسنا ان يكون المركز متكامل، وان كان موجود كوليبالي وايمن اشرف مش بعيد عن المكان وكمان لعيب مهم وكان بيلعب في مركز المساك لعيب اساسي ولعيب قوي ولعيب مركز ولعيب راجل، يعني ان شاء الله ما يكونش فيه قلق في المنطقه دي.